ليه ياما؟ ليه تكسري قلب بنت غلبانة؟ وانا اللي قلت انك هتعديها بنتك اللي ما خلفتهاش وتاخديها في حضنك وتحدي عليها، تقوم تحدي فيها بحديد زي الطوب. انت قبلتها؟ قبلتها وحاولت معاها كتير عشان اعرف ايه اللي عكر دمها وكان هيضيع كل اللي بينا. صدقيني ياما، صدقيني حاولت معاها كتير عشان اعرف لحديتك هو السبب. ليه ياما؟ ليه وانت اللي عارفه كديها انا قسيت في الدنيا دي؟ لما سيبنا البلد وانا عيل صغير لحد ما جينا هنا ما شفناش يوم ما يوم حلو، ما فرحناش، لفيت معاك بلاد الله طول عمري وانا حاسس اني غريب لحد ما قابلت شامة، حسيت بطعم الدنيا تاني. انا كنت خلاص هقفل الباب على الموضوع ده وانا في السن ده، كنت عايش انا وانت لوحدينا وخلاص على كده. خلصت حديتك ولا لساك معبي؟ ياما انا عمري ما جبرتك على حديت، ساعات كتير كنت عايز اسمع اجابتك بس بقول خلاص، هي مش عايزه تفتح في مواضيع فاتت خلاص. انما انا مش متعود ياما انك تلف من ورايا، طول عمرك لو عندك رأي بتقوليه في وش الطوالي. وانا ما تعودتش منك انك تخبي، ما تعودتش منك انك تشوف طريق هيوصلك للنار وتمشي فيه. البت دي مش هيجي من وراها خير، بعد عنها يا ولدي وخلينا عايشين زينين كده احسن. ليه ياما ده كله ليه؟ انت ناسي اللي حصل لك ياك، ناس ان حالك اتبدل وان ربنا نجاك من الموت اكتر من مره، وكل ده في اسبوع واحد بعد ما عرفتها. صدقيني ياما هي ملهاش ذنب. انت فاكرني ما عرفاش ان الواد اللي حرق الكشك وتعارك معاك وانت كنت ناوي تقتله وتضيع روحك كان متكلم عليها ومقدم شبكتها؟ مين اللي قال لك الحديد دي؟ مش مهم عرفت منين، وانت قلتها بلسانك. انا بس اللي عارفه قد ايه انت شقيت وتعبت في حياتك، وعشان كده مش حسيبك تضيع روحك يا ولد بطني، والباب اللي هيجي لك منه هبه ريح هبقى حجر صوان يسده ما يتفتحش واصل. ناسي الحاله اللي انت كنت فيها، فاكره يوم ام الحربايه سممتك بكلامها؟ ضمك يا شامه لو سمعت الكلام ده منها كانت راحت كلتها بسنانها. برضو ما كانش في داعي انك تقول له ان انا هبعد عنه وعيد حساباتي. بعمل لك كرامه بنت الناس، بعمل لك شخصيه، تقوم انت كده بحسن نيه وطيبه تروحي له وترجعي له زي الاول كان مفيش حاجه حصلت. عموما حصل خير، دلوقتي كل واحد فينا عرف المشكله كانت جايه منين. معناته ايه الكلام ده؟ معناته الكلام ده؟ أنا عايزة ترجعي له زي الأول؟ لا أنت كده بتخسري نفسك، ما تبقيش قابلة وعبيطة. سيب إيدي. أنا آسف يا شامة معلش، الكلام فور دمي، ما خدتش بالي. مش هتفضلي قاعدة كده؟ ما هو أنا الخدامة بتاعتك واللي واقفة طول النهار في المطبخ تحضر لكم الغدا. قومي معايا. Thank you.
السلام عليكم مالورد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا لورد. مبروك عليك صوابعك اللي اتفرتكت على ما حلوة هتعيش معاك العمر كله، دليل البطولة والفروسية. نصيبي كده يا لورد، الله يجازي اللي كان السبب. بكلام حريم، ايه قولك؟ ما تروح تقعد معاهم على باب المرسى والعباس وتدعي على اللي أذاك. اللي أذاني أنا كنت ناوي نمسحه من على وش الأرض. تمسحه في وسط السوق قدام 200 شاهد؟ بناسي يا واد انت محسوب على مين؟ لا مش ناسي، وكلام سعادتك معايا في المستشفى خلاني فهمت غلطتي، لكن اللي حز في نفسي اني لما طلعت من المستشفى لقيت رجاله من عند سعادتك بيجددوا الكشك بتاع الولد ده. ومش عاجبك اني عملت كده؟ ها؟ لا سعادتك، يعني سعادتك كده بتصغرني. سد خشمك يا واد، اخلص. ايه ما تيجي تقعد مكاني وتدور انت الليله؟ حاشا لله يا لورد، انا بس انت واللي زيك بتطلوا على الدنيا من خرم ابره، لكن انا شايفكم من فوق راسم لكل واحد دوره اللي ما يحيدش عنه سنتي واحد. الحكايه زي اللي حصلت لك دي ما تعديش عليها بالساهل، لازم ادقق فيها واعرف اعرف الخطر جاي منين. انا مش ظابط صغير في الحكومه عايز يريح راسه من قضيه يلبسها الاول متهم يوقف قدامه. يا لورد اني قلت لسعادتك اني لقيت شنطه البضاعه جوه الكشك بتاعه. الواد ده كان يعرف انك هتقابل روزيج وهتسلمه بضاعه في المكان ده؟ لا. امال جه كيف؟ روزيق كان مديله ميعاد هناك عشان يخلص موضوع بينه وبين اخوه الكبير، هو جه بدري عن ميعاده شافني طلع في نافوخه يخلص مني عشان خاطر حبيبه القلب. يعني الحكايه ما كانتش مترتبه. ما كانتش مترتبه؟ روزيق اللي قال لك كده؟ ده اللي انا فهمته من كلامه. الحكايه دي مش هتطلع عن اللي هقوله لك. يا روزيق حب يلعب عليكم لغرض في دماغه، يا اما برطم بالموضوع اللي بينكم قصاد حد ما نعرفهوش، بقى محب يسرق البضاعه ويلبسها لطلعت ورماله الشنطه، يا اما ان الواد طلعت ده هو فعلا اللي عملها، وساعتها لازم نعرف وعملها لحاله ولا لحساب حد تاني. جايز يعمل لنا مشكله ونبقى مش عارفين مين اللي عملها. الواد ده طلعه من دماغك نهائي، انا هحطه تحت عينيه. يا يطلع غلبان وملوش في حاجة زي كل الشاهد ما بيقول، يا يطلع مية من تحت تبني، وساعتها أنا اللي همسحه من على الأرض هو واللي وراه ومن غير ما حد في الدنيا يحس. ما قدرش أفهمك يا عمي، حاسس كأنك بيجيد واحد تاني مش عارف سلام صاحبي اللي عشرته من سنين. الله يسامحك يا طلع. أنا لو غلطان قولي مين اللي مانا غيرك دماغ امي بالحديث الماسخ ده عن شاب؟ وليه؟ يا راجل ده انت اكتر واحد في الدنيا عارف انا بعايزها حاجة ايه؟ قلت لك مش انا اللي. امال مين يا عبد سلام؟ خد بالك احنا متفقين على الصراحة طول عمرنا. انا ما عملتش كده غير عشان مصلحتك. مصلحت انا ولا مصلحة عطا؟ ايه الجنان اللي بتقوله ده؟ من يوم ما خدتني معاك المستشفى عشان اقول ان انا ما جربتش منه عند الجبل نعسي، حسيت من عينيكم ان في بينكم حاجه. انت بتقول ايه ومخك راح لفين؟ الراجل ده شطان يا عبد السلام وسكته عوجه، واللي هيقرب منها هيتمسها نار. الناس كلها بتقول ان الراجل الصعيد اللي اسمه زهران الطيب ده هيتاذي بسببه. انا مفيش حاجه بيني وبين اللي اسمه عطا ده، وبعدين انت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول كده عشان خايف عليك. وانا كمان خايف عليك، لان فهمت ان الجدع ده حاطط شمه في دماغه. حاولت ابعدك عن السكه دي بعد كل المصايب اللي حصلت، ورحت اتكلمت مع عمك. صدقني يا طلع انا عملت كده عشان خايف عليه. يا طلع في حاجه؟ رايح فين؟ اعمل ايه؟ يخلص الناس كلها يا واد عمي وهيريحني، ربنا هيقلي فيه الخير. حديثك واضح يما، انت مش عايزه الجوازه دي، وانا مش هقدر اعصاكي، مش هجيب لك واحده ما تلدش عليك عشان تعيش معاكي غصب عني. هو ده كلام العقل، والحمد لله انها جات على كد كده. كلها كم يوم وتنزل شغلك وتقف على رجليك، وساعتها انا اللي هدور لك على بنت الحلال تكون طيبه وما يجيش من وراها مشاكل. يا ولدي البنت كتير والف من يتمناك. لا
علي اليمين ما يحصل تاني. ولازم تعرف يما، لما هكفي الموضوع شامه هعيش عازب، مش هفكر في صنف الحريم باقي عمري. ما فهماش يعني ايه؟ ما يعنيش يما، خلينا عايشين جنب الحيط، لا نهش ولا نشم، زي ما يكون عاملين عامله هربانين منها. تبقى السعاده قدام عينينا واحنا نهرب منها مطلع. استنى هنا، اوقف وكلمني. تقصد ايه بحديتك دي؟ يما قلت لك ما تخفيش عليا، خلاص اللي قلتيه هنفذه، امرت بيه هنفذه، مش هشوفها تاني. ينفع اطلع على السطح يا عم اشم هواه؟